الو، اتفضل الو، اتفضل. السلام عليكم، حياكم. وعليكم السلام ورحمة الله انا وبركاته. قرات اي حديث، ايه انا قرات حديث في كتبكم، ممكن اقرا؟ ممكن حضرتك انت بس تفسر لنا الوصية؟ ممكن. الوصية موجودة في كتبنا. نعم. شنو إيه؟ يعني انت هتقرا الوصية دلوقتي؟ يعني انت هتقرا الوصية دلوقتي؟ اقرا الوصية، ما في مشكلة، انا اقرا الوصية. اتفضل اقرا الوصية، اتفضل. في كتاب سليمان. اتفضل بالسند لو سمحت. بس لحظة بالسند لو سمحت، اقرا لنا بالسند لو سمحت، اتفضل. لحظة. اتفضل. في كتاب سليمان بن القيس، الحين لقطة، منتظرين بإذن الله تعالى. نعم، بس انا يعني انت يعني ما انا بغيت اقول حاجه ثانيه، انت قلت مثلا معلش الحين بقى لازم تقرا عن الوصيه بقى. انا قلت لك انا ادري في كتبنا، بس الحين جاي ادور في النت. لا ما يهمكش، تمام، دور براحتك ان شاء الله. بس ازاي يعني ده كل الخطباء المنبر الحسيني عندكم كل ما يتكلموا يقول لك الوصيه 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 الوصيه، وفي الاخر طلع كل الوصايا كلها ضعيفه وبلا، وفي وصايا بلا سند اصلا. من قال لك الوصيه ضعيفه؟ الوصيه اللي انا بقولها النهارده دي كتاب ضعيفه سليمان. يعني الوصيه اللي انا عمال ادندن عليها 9 ايام وانا اللي بقول لكم يا شيعه دي ضعيفه ومفيش حد منكم عايز يدخل يضعفها. ووصيه سليم بن قيس بلا سند، وصيه سليم بن قيس بلا سند. الو، ايوه معاك يا غالي، اتفضل. الو الو يا الو، فينك؟ الو يا حرام، الخط اتقطع، يا حرام الخط اتقطع. الو، اتفضل. الو، ايوه اتفضل. انا اعتذر منك. لا ما يهمكش، الخط قطع. ماشي، ما يهمكش، ما يهمكش حاجه، اتفضل. انا لقيت اي والله لقيت الروايه عن سليم بن قيس. قال سمعت سلمان يقول سمعت لا علي عليه السلام بعد واحدة. اقرا لنا السند الاول، سند الروايه الاول، اتفضل. عن سليم بن قيس. ايوه ماشي، هو سليمان بن قيس اصلا، بص سليمان أصلاً. بن قيس، بص اولا سليمان بن قيس ما حضرش الواقعة علي بن ابي طالب ولا ضرب فاطمه ولا اي حاجه من دي، فعايزين السند. السند سليمان بن قيس قال سمعته يقول سمعته عليا. لا يا باشا، سمعت عليا يا باشا. لا يا باشا، لا يا باشا، لا يا حاج، لا لا لا، عايزين السند. هو ما حضرش الواقع وما سمع من علي. وانا قلت لك هذا السند شيخ النعماني صحح كتاب سليمان بن قيس، بعد شو تريد؟ لا يا باشا، انا ماليش دعوه بالشيخ النعماني ولا الشيخ، لا يا باشا انا ماليش دعوه. انا عندي دلوقتي عندك الخوئي قال لك اصلا الكتاب ده، ليه ما لكش دعوه؟ انا قلت الكتاب ده محمول على سليم بن قيس، فدلوقتي عايزين السند على الاقل. ليه ما لكش دعوه؟ يعني السند عن علي بن ابي طالب. انا قرات لك السند الروايه، السند الروايه انا قلت لك هذا الكتاب لمن؟ لسليم بن قيس الحلالي، وصحح نعماني شيخ النعماني صحح كتاب سليم بن قيس الحلالي. بعد شو السؤال؟ وصححه ازاي؟ يعني وصل له ازاي اصلا؟ يعني فين النعماني اللي لسه مولود اول امبارح، وفين سليم بن قيس، وفين علي بن ابي طالب؟ يبقى صححه ازاي؟ انا نفسي افهم صححه ازاي؟ صححه ازاي؟ انا قلت لك هذا كتاب، هذا كتاب
لسليمان بن قيس الهلالي، يعني بص وسليم كان يعني انا من بص حضرتك بص 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 وصل اتعلم يا استاذ، اتعلم يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ. لما قلنا دلوقتي حديث صحيح حديث مثلا، فاحنا بنعمل ايه؟ مثلا الشيخ الالباني، الشيخ الالباني لسه بتاع اول امبارح صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني لسه كان ما بلوش 50 سنه، يعني من 60 سنه 70 سنه 80 سنه 100 سنه 200 سنه مثلا، تمام؟ اهو شوف يعني عديتك مراحل كمان اهو، خلاص؟ دلوقتي هو لما بيجي يصحح حديث بيمسك الحديث ده، الحديث ده عباره عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فبيمسك كل راوي يشوف الراوي ده ثقة ثقة، الراوي اللي بعديه ثقة ثقة، الراوي اللي بعديه ثقة ثقة، الراوي اللي بعديه ثقة ثقة، جميل قوي. فعشان كده بيصحح الرواية. لكن ما ينفعش مثلا الشيخ الألباني، ما ينفعش الشيخ الألباني يروح جاي مثلا واخد ايه كتاب، الكتاب ده مقطوع السند ما بينه وما بين الشيخ الألباني ويقول لك ده كتاب صحيح. طب فين يا عم الرواية اللي راووا الكتاب ده؟ ما فيش. وضحت؟ اتكلم؟ اتفضل. اي واضح. انا ابغى اقول لك حاجه عن وصايا النبي صلى الله عليه وآله عشرات متواتره، ولا نحتاج بتصحيح السندي وجرح التعديل فلاني ثقه لا وفلاني من ثقه، هذا واحد. لا اثنين ما في مشكله، ما في مشكله امشي بها. استنى استنى استنى، استنى. جيب لك واحد العلماء عندك قلت لي ابن قيس شنو؟ انا عايزك بس تفصل لي الكلام دوت، ماشي؟ عايزك تفصل لي الكلام ده. افسر ايش؟ افسر لي الكلام اللي هتسمعه ده. فأول ان هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم او ليس كتاب سليم؟ قلنا لا يوجد اي دليل على ان هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث فأول ان هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم او ليس كتاب سليم؟ قلنا لا يوجد اي دليل على ان هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث الثاني فأول أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم أو ليس كتاب سليم؟ قلنا لا يوجد أي دليل على أن هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن هذا الكتاب هو كتاب شنو؟ كتاب سليم، هل يوجد سند صحيح لهذا الكتاب أو لا يوجد؟ إذن أعزائي لا تخلطوا بين الأمرين. الأمر الأول أنه ما الدليل على أن هذا النسخة بأيدينا هي كتاب سليم؟ البحث الثاني، تنزلنا يعني كان مشتهرا معروفا وصل إلينا بأيدي أن هذا كتاب سليم، يوجد سند صحيح له أو لا؟ تعالوا معنا إلى السيد الخوي. السيد الخوي لا يتكلم في المسألة الأولى، يتكلم في المسألة الثانية في المجلد الثامن أعزائي من معجم رجال الحديث، يقول في صفحة أعزائي 220، طبعا الترجمة تبدأ أعزائي، الترجمة تبدأ أعزائي من صفحة 216 أعزائي إلى أن يأتي إلى صفحة أعزائي، إلى صفحة أعزائي يقول في صفحة 225 هذا والصحيح أنه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس المروي بطريق حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عنه عن أبان بن أبي عياش. يقول إيه رأيك في الكلام ده؟ اولا ايش سيد القوي رحمه الله تعالى وسيد الكمال الاخيرين هم من المتاخرين. انا اتيت كذا كلام الشيخ النعماني، يعني هو النعماني معلش، يعني هو النعماني كان في عصر سليمان سليم بن قيس معلش الشيخ النعماني معلش الشيخ النعماني شيخك النعماني بس واحده واحده بس واحده واحده والشيخ لا اله الا الله مش هيسمع شيء. ليش شيخك النعماني يعني هو عاصر سليم بن قيس يعني اخذ من سليم بن قيس على طول يعني ولا ايه؟ لا ولكن كتاب سليم موجود عنده. ايوه ما صححه ازاي؟ يعني هو صححه ازاي؟ انا نفسي اعرف صححه ازاي؟ صححه في كتاب الغيبه للنعمان يا باشا. هو صححه ازاي؟ صحح الكتاب ازاي؟ ما الكتاب ده لازم يجي عن طرق، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وصل وصل للشيخ النعماني هذا الكتاب. ايوه ما وصل الكتاب يا باشا، هو وصل وخلاص الكتاب.
جاله طرد، الكتاب جاله في طرد ما فيش مشكله، جاله بريد ما فيش مشكله وسريع كمان، لكن صححه ازاي؟ صححه ازاي يعني ايش؟ انا ما اعرف يعني شلون صححه يعني ازاي؟ ازاي صححه؟ انا نفسي اعرف. ما هو انت عشان تصحح حاجه لازم لها سند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ابان بن عياش اللي هو بيقول عن سليم بن قيس اللي هو اصلا نحل الكتاب عن سليم بن قيس ضعيف عندكم، ابان بن عياش، يبقى ازاي الكتاب صحيح؟ ابان بن ابي عياش هو ثقه عندنا، وسيد الحلي قال في مسائل المحنائيه وكمان مع مقاني وثقه يا باشا. ولكن مو كلامنا اصلا احنا، خلي اقول لك شغله، لا اله الا الله. اصلا نقول كلهم ابان بن عياش هو ضعيف عندنا، تبغى اكثر من كذا؟ طب ايه رايك ان سليم بن قيس اصلا هناك بعض العلماء قالوا عنه انه مجهول؟ علم الحديث عندنا عن طريق عن طريق الكتابه سليم بن قيس، ولكن انت عندكم عن طريق السماع. لحظه بس استنى، انا ابغى اتكلم. استنى ابغى اتكلم وابان ابن ابي عياش ان كان ضعيف اصلا تبغى اكثر من كذا؟ شلمغاني من اصحاب الامام عليه الصلاه والسلام ارتد، ولكن الامام سلام الله عليه قال خذوا بما روى وضروا ما روى، يعني تفاسيره بلاش، ولكن اذا كان كلامنا مشهور من القران الكريم وروايات اخر قرينه لقيته قرينه لكتب هذا الشلمغاني تقبله، وهذا كتاب سليم بن قيس صحيح وقلت صححه كثير من علماء، حتى سيد الخوي في كتاب معجم الرجال. ما خلاص حضرتك خلصت؟ ايه جميل قوي، الحمد لله رب العالمين. اولا سليم بن قيس لم يحضر وقائع ضرب فاطمه رضي الله عنها وارضاها او بيعه علي بن ابي طالب او احد من هؤلاء. عندك في السند اللي هو كتاب سليم بن قيس، تمام، عن سليم بن قيس، عن ابان بن ابي عياش، عن ابن عباس، تمام، ابن عباس عندكم برضو سارق وحرامي والكلام ده كله. فعندك انت اتنين اصلا هو نحل الكتاب عليهم او نحل الروايه عليهم، والاثنين ابان بن عياش ضعيف واكثر علماء قالوا ضعيف، وابن عباس عندكم حرامي لا يؤخذ منه اصلا، تمام، واعمى البصر والبصيره زي ما انتم قلتوا عليه رضي الله عنه وارضاه. فكيف ينحل الكتاب على سليم بن قيس؟ دي الاولى. الثانيه عندك النعماني، النعماني مش هيخلينا اكمل، عندك النعماني لسه مولود اول امبارح، فمن اين علم ان كتاب سليم بن قيس حق؟ وهو اصلا لم يعاصر سليم بن قيس، ولم يعاصر ابان بن ابي عياش، ولم يعاصر ابن عباس، ولم يعاصر علي بن ابي طالب، فمن اين صحح الكتاب اصلا؟ وبعدين لما تيجي تتكلم في مساله، طيب، حتى العلماء لو افترضنا ان في اختلاف ما بينكم وما بين العلماء، احنا مالنا؟ احنا ذنبنا ايه؟ اختلافكم مع بعضكم تلزمونا اصلا باشياء انتم مختلفين فيها، انتم مختلفين فيها تلزمونا بيها؟ لا اله الا الله. هل هذا يعقل؟ ده يدخل كلام الكلام ده يدخل عقل بشر؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ايه رايك ان هناك من العلماء عندكم من جهل اصلا؟ يعني سليم بن قيس كمان عنده مجهول، سليم بن قيس كمان عنده مجهول. يعني شوف المصيبه، ابان بن ابي عياش ضعيف، سليم بن قيس مجهول، ابن عباس عندكم اعمى البصر والبصيره وحرامي والعياذ بالله. يبقى انت عايز ايه منا؟ انت جاي ليه يا ابني؟ الو الو ايوه معاك، انت جاي ليه يا ابني لما كل دول ضعاف؟ ماشي خلاص يا سيدي، سلمنا ليك، سلمنا خلاص. بص تنزلا هعتبر الروايه اللي انت هتجيبها دلوقتي صحيحه، اتفضل اقراها لي. طيب اتكلم؟ لا بس هل اقول لك شغله، انت احتجيت بكلام السيد الحيدري والسيد الخوي وهما من المتاخرين، ولكن لما احتجيت كلام النعماني وهو من المتقدمين تقول شلون وصل لهذا للنعماني ان اقول لك هذا شلون الكتاب صحيح؟ اقول عجيب لك شلون عجيب، اقول لك شلون، لان ده دول. واقعي وده واقعي، ده دور على الكتاب ما لقوش اصل، وده دور على الكتاب ما لقوش اصل.
لكن احنا بنتكلم على قال لك ان الكتاب ليه اصله صحيح. طب هو صححه ازاي؟ شفت بقى شلون كتاب صحيح، كتاب صحيح وصل لعلمائنا كثير منهم، يعني اكثر من 100 صححوا هذا. طب بص 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 انا خلاص معلش هتنزل ليك، هتنزل ليك واقول لك ان الروايه اللي هتقراها دي صحيحه. اتفضل اقراها. ليه اصلا؟ ليه اتفضل اقراها؟ اتفضل اقراها. اتفضل ابن ابي عياش. اتفضل اقراها يا عم الحاج. اتفضل اقراها. اتفضل اقراها. او ابا لحظه، انت تطرح شبهه وما تخليني اتكلم وما تخليني اجاوب، وما يصير كذا حبيبنا الغالي. اتفضل اتكلم زي ما انت عايز. اتفضل حبيبنا القاضي. انت قلت، انت قلت ابن عباس عندكم مسروق، وابان ابن عياش عندكم ضعيف، شلون تاخذون عند تاخذون دينكم؟ حبيبنا القاضي انا قلت لك اصلا علي ابن ابي حمزه البطاين ومن من راس الواقفة، ولكن عنده كتاب، كتاب اسم رجعه، شلون هو واقفي وكتب كتاب اسم الرجعه؟ وما ما اعتقد بالامام المهدي والرجعه. شلون انا مالي انا بتزني بكلام كلي؟ انا مالي يعني؟ انتوا بتاخدوا من المرتد وبتاخدوا من حتى بتاخدوا من اي حد. انا مالي انا عندنا يعني انا مالي انا ما تزنيش بكلامك يا كابتن. يا كابتن ما تزني بكلام كله. عندنا قاعده. لحظه عندنا قاعده في اخذ الروايه، خذوا بما رووا وذروا ما رووا، هذا واحد. اثنين قلت لي اقرا الروايه، تمام. عن سليمان بن قيس قال سمعت سلمان يقول سمعت علي عليه السلام وبعد ما قال ذلك رجل ما قال غضب رسول الله صلى الله عليه وعليه ودفع الكتف. انا نسال رسول الله عن الذي كان اراد ان يكتب في الكتف مما لو كتبه لم يضل احد ولم يختلف اثنان. فسكتوا حتى إذا قام من في البيت، وبقى علي وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام، وضحبنا نقوم أنا وصاحبي أبو ذر والمقداد. قال لنا علي عليه السلام اجلسوا، فأراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نسمع. فابتداها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أخي أما سمعت ما قال عدو الله أتأني جبرائيل قبله فأخبرني أنه سامري هذه الأم وأن صاحبه أجله وأن الله قد قضى الفرق والاختلاف على أمتي من بعدي، فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه في الكتف لك، وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه، أدعو لي بالصحيفة. فأتى بها فأملى عليه أسماء الأئمة الهدى من بعده رجلا رجل، وعلي عليه السلام بخده يخطه بيده، وقال صلى الله عليه وآله إني أشهده أن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم من بعدهم 9 من ولد الحسين عليه السلام، ثم لم أحفظ منهم غير رجلين علي ومحمد، ثم اشتبه الآخرون من أسماء الأئمة عليهم السلام غير أني سمعت صفة المهدي وعدله وعلم عمله وأن الله يمنعون العرض أدنى كما ملع ظلما رجولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله إني أردت أن أكتب هذا ثم أخرج به إلى المسجد، ثم أدعو العامة فأقره عليهم وأشهدهم عليه، فأبي الله وقضى ما أراد. ثم قال سليم فلقيت أبا ظب والمقداد في إمارة عثمان فحدثاني، ثم لقيت علي عليه السلام بالكوفة والحسن والحسين حدثاني به سرا ما زادوا ولا نقصوا كأنما ينطقون باللسان واحد. خلصت؟ ألو؟ خلص. طيب جميل أوي. بص يا أستاذ،
انا سمعت كده والله اعلم ان انت بتقول ان الوصيه ديت، الوصيه اللي حضرتك دي قلتها فيها اسماء الاوصياء وسماهم اسم اسم، صح؟ صح. جميل قوي، اقرا معايا الروايه دي كده. يعني المفروض ان الاسماء معروفه اهو من زمن علي بن ابي طالب، صح؟ اسماء الائمه معروفه، صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. جميل قوي، الحمد لله رب العالمين. قال لمغداد وعبود. ماشي 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 ماشي. بيقول ايه عن سعد ابن ابي هاشم الجعفري؟ بص، بحار الانوار العلامه المجلسي جزء 50 صفحه 241، تمام؟ بيقول ايه عن سعد ابن ابي هاشم الجعفري؟ قال: كنت عند ابي الحسن العسكري عليه السلام وقت وفاه ابني ابي جعفر، وقد كان اشار اليه ودل عليه. تمام، اشار اليه ودل عليه. طيب جميل قوي، يعني هنا ايه اشار اليه ودل عليه؟ يعني ايه؟ مين؟ ابو جعفر الامام الامام الحسن العسكري. طب يعني ايه اشار اليه ودل عليه؟ انت قول، انت بين لي. انا يعني ايه اشار اليه ودل عليه؟ يعني اشار اليه وقال ان هذا هو الامام، صح؟ صحيح لو لا؟ صح صح، تكلم تكلم، بين. بيقول ايه؟ واني لا افكر في نفسي واقول هذه قصه ابي ابراهيم وقصه اسماعيل. فاقبل علي ابو الحسن عليه السلام، قال: نعم يا ابا هشام، بدا لله في ابا جعف ابي جعفر وصير مكانه ابا محمد. شلون يدل على واحد ليس بامام ويقول عنه الامام ثم يموت ثم بعد ذلك يقول لا والله ده محمد هو الامام؟ تقصد من؟ محمد المهدي عليه الصلاه والسلام ولا؟ لا يا باشا. شنو؟ لا يا باشا، ابو جعفر اللي هو موسى. موسى بن جعفر. قصد الحين محمد موسى بن جعفر و اسماعيل. ايوه، شلون بقى؟ شلون الامام ما يعرفش مين الامام اللي بعده؟ شلون الامام ما يعرفش مين الامام اللي بعده؟ ولما تشاور على واحد وقال هذا هو الامام مات، فصير ابو محمد مكانه، يعني بدله ازاي؟ شلون؟ الحين اقول لك ازاي، اصلا الامام الباقر عليه السلام، الحين انا عندي نسخه محطوطه من كتاب عيون اخبار الرضا عليه الصلاه والسلام، يسمي باسماء الائمه عليه الصلاه والسلام في وصيته سلام الله عليه، في وصيته، ويقرا كل اسماء الائمه عليه الصلاه والسلام الى من امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الى قائم المنتظر صلوات الله عليه، تمام؟ وشلون انت تقول شلون بقى؟ وهو ما كان يعرف الامام سلام الله عليه، ما كان يعرف، لا، ان الامام سلام الله عليه عارف ان من بعده، تمام؟ وفي الحديث، في الغيبه قال: يا احمد. يا باشا انا ما كلمتكش في غيبه دلوقتي، انا بقول لك ازاي شلون الاسماء موجوده في الوصيه عندك. انا بثبت لك بس ان الوصيه دي مكذوبه، اسمعني بس، بثبتلك ان الوصيه مكذوبه، وفي نفس الوقت بضمن لك الامامه اللي انتوا عايشين فيها. لا مش مكتوبه. ليش؟ لو سمحت، كيف؟ سؤال واضح، كيف الامام، لو سمحت، كيف الامام يشير الى غير رجل، الى رجل ليس بامام؟ كيف للإمام أن يشير إلى ابنه الذي ليس هو بإمام ويقول هذا الإمام ثم يموت فيشير إلى غيره؟ إزاي بقى؟ إشلون كده بقوا 13 إمام منهم واحد مات في النص؟ الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبدأ في إسماعيل. شنو المشكلة؟
ازاي يا ابني؟ مش انت اللي قايل ان علي بن ابي طالب ذكر اسماء الائمه؟ انا قلت لك الله سبحانه وتعالى اراد ان يسوي كذا، شنو المشكله؟ اراد انه يسوي كذا يا ابني، هي مش لحمه عشان نسويها اي ولا نحمرها ولا نقليها؟ ازاي انا نفسي شلون ربنا شلون ربنا يسمي الائمه اسم اسم علي بن ابي طالب في البدايه، وبعد كده يخلي امام يشاور على واحد تاني ان هو امام، وبعد كده يحصل فنروح فنيجي فالزراعي والصحراوي يختلطوا ببعض والقصه كلها انتهت كده؟ ازاي يعني شلون؟ أنا قلت لك الإمام سلام الله عليه أشار لموسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام وقال يا أحمد افعل كذا، هذا في كتاب الغيبة وكان إمام. الله ما في إمام دلوقتي. بص 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 أنت دلوقتي أنا هفهمك، بس هفهمك أنت تقول اسمعني بس اسمعني اسمعني يعني اسمعني بس اسمعني اسمعني أنت دلوقتي عندك أربع أطفال، قبل ما تخلف الأطفال دول ربنا قال لك سمي الأطفال دول بأربع أسماء، والأربعة دول منهم ثلاثة بس أئمة، ماشي؟ مش الأربعة، ثلاثة بس أئمة، تمام؟ فأنت جيت بعد ما سميتهم اسم اسم وعارفهم اسم اسم وعارف إمامتهم، قمت رايح للي هو مش إمام وقلت إن هو ده الإمام، وفجأة مات اللي مش إمام ده اللي أنت قلت هو ده الإمام، مات شلون؟ إزاي؟ الو يعني شنو ازاي؟ ايش ازاي؟ انا نفسي افهم ازاي، فهمها لي، دخلها لعقلي ودخلها ل 1700 واحد بيسمعوك دلوقتي ازاي؟ شوف اكو روايه يقول ما رايت مثل بداء الله في اسماعيل. ازاي بدا لله يا ابني وهو ربنا نفسه اللي قال الاسماء في الاول خالص اللي قاله من علي بن ابي طالب؟ يبقى ازاي بداء؟ ازاي بداء؟ شوف اكو حديث انا ابين لك الحين ازاي. اكو حديث ان الامام سلام الله عليه يقول ما بدع لله بدع كما بدع له باسماعيل ابي. يا باشا ماشي يا باشا، دي احاديث مخترعه كلكم وانتم بتخترعوها، احنا مالنا؟ مالناش علاقه باللي انتم بتخترعوه. اللي انا عايز افهمه عظيم. اللي انا عايز افهمه مش الوصيه اللي حضرتك انت دلوقتي جبتها فيها الاسماء اسم اسم، صح ولا مش صح؟ لا مش صح. ازاي مش صح؟ اولا حديث بدا لاسماعيل عليه السلام. معلش معلش اقرا لنا، معلش معلش اقرا لنا الوصيه اللي انت لسه قاريها دلوقتي لما قلت وعد تسع اسماء من اسماء الائمه، اتفضل. ايه انا اقول لك، خلي اقول لك شغله يعني لو سمحت، لانك تتكلم. شكرا ليك يا ابني، شكرا ليك يا ابني، انت اخذت وقتك وزياده، كفايه عليك كده. روح فكر بقى كيف ربنا يقول لعلي في الوصيه المزعومه اللي انت قلت عليها، كيف ربنا يقول لعلي اسماء الائمه كلهم وبعد كده يجي في نص الامامات يروح جاي امام الامام يشاور على واحد تاني ويقول له ده الامام، والله هو ده الامام، ويشير عليه وان ده خلاص الامام، فالامام يموت فيصير واحد مكانه تاني، يعني واحد مكانه تاني ياخد الامامه، ازاي بقى؟ اهو خلاص بقى افهموها انتوا بقى يعني براحتكم، انا هقعد افهمكم كل شويه شلون يعني؟ شلون نفسي افهم يعني شلون؟ ناس شفريقي لازم اشرب.